السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة يا حبايب قلبي وصفتنا مختلفة جدا ومش مكلفة. النهاردة هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل الحوايج بتاع الفراخ، الجناحة والكبد والقوانص. هنعملهم وصفة جميلة ووصفة سريعة مع بعض، وصدقوني يا بنات طعمها جميل جدا جدا جدا. وجربوها على طريقتي وان شاء الله يا حبايب قلبي تنال اعجابكم. شايفين منظرها يا بنات جميلة ازاي؟ يلا مش هنطول على بعض، يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. المقادير معانا يا حبايبي، عندنا هنا يا بنات اجنحة فراخ زي ما انتوا شايفين، وكبايض وقوانص، الحوايج بتاعت الفراخ بمعنى اصح. كانت عندي، كنت جايبة فراخ قلت اما نعملها وجبة سريعة مع بعض كده على السريع. عندنا هنا يا حبايب قلب عندنا شبت وبقدونس وبصلة يا بنات، وفصين ثوم، قرن فلفل رومي، نص ليمونة، مكعب مرقة، حباية طماطم. معانا هنا يا حبايب قلبي الخلطة الجميلة بتاعتنا اللي احنا هنحمر فيها الجناحة بتاعتنا. عندنا معلقتين كبار نشا، ومعلقتين كبار سميد، ومعلقتين فيجيتار يا بنات، ومعلقة نشا، ومعلقة دقيق. الخلطة الجميلة دي هنحمر فيها الفراخ بتاعتنا. ومعانا هنا يا بنات بيضة، وعندنا هنا توم بودرة وبصل بودرة وبهارات فراخ، ومعلقة ملح، ومعلقة بهارات محوجة. ومعانا هنا يا بنات دي نص كوباية لبن، كوباية صغيرة، نص كوباية لبن على خل، الاتنين ملخبطاهم على بعض. اول حاجة يا حبايب قلب هنعملها، هنجمع الخليط بتاعنا ده كله مع بعض، الخضرة الجميلة، البصل والثوم والمكعب المرقة والفلفل، ونفرمهم ونوضب التتبيلة بتاع الفراخ بتاعتنا او الجناحة. يلا بينا نفرمهم ونرجع لكم تاني يا حبايب قلبي. وعملنا التتبيلة بتاعتنا يا بنات، فرمنا كل المكونات بتاعتنا اللي كانت معانا. يلا بينا نتبل الحوايج بتاع الفراخ معانا يا حبايبي. اول حاجة يا بنات هننزل عليهم كده، وصفة سهلة وجميلة جدا يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. هنسيبهم بقى يا بنات في التتبيلة دي قيمة ساعة. بعد ساعة يا حبايب قلبي هرجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. ودي يا بنات الجناحة بتاعتنا والحوايج بتاعتنا يا بنات طلعناها من الخلطة. بس قبل يا بنات ما طلعها من الخلطة حطتها على النار دقيقتين بس عشان تستوى نص سوا، قبل ما احمرها في الزيت عشان اتأكد ان هي مستوية معايا قبل ما اغلفها بالخلطة بتاعتنا، وقبل ما نحطها في الزيت عشان نتأكد ان هي استوت كويس نسواها نص سوا يدوبك في الخليط بتاعها، ونحطها دقيقتين بس على النار. عندنا هنا يا حبايب قلب البيضة بتاعتنا ربناها بمعلقه بذره ملح وفلفله سمراء ومعلقه بهارات. هننزل يا حبايبي بالبيضه بتاعتنا كده، مش هنبلها جناح بجناح ولا حاجه، هننزل كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ونقلبه كده تقليبه ببعضه كده. خلطه بسيطه يا بنات ووجبه هتعجبكم، لان طبعا الحاجات دي ما بتاخدش سوا، يعني ما تيجي تسوي فراخ تلاقيها اتهرت منك، يعني ملهاش روح في السوا، بتتهري منك وكده. يلا بينا نبلهم بالدقيق. وكده يا حبايبي نبتدي نبل يا بنات في الخلطة الجميلة بتاعتنا، الدقيق والنشا والفيجيتار والسميد بتاعنا. الخلطة الجميلة دي اللي هتخلي الحاجات بتاعتنا دي مقرمشة وجميلة جدا. نبتدي نبلها كده زي ما انتوا شايفين كده، وصفة جميلة جدا يا بنات. وبدل ما نحط الجناحة والرقبة والحوايج بتاع الفراخ، لا اعملهم وجبة تانية لما تجيب فراخ، عشان كده كده لما بيجوا يسووا مع الفراخ بيتهاروا خالص ما بتحملوش النار. وكده خلصنا الفراخ بتاعتنا او الحوايج بتاعتنا، بلناهم بالخلطة الجميلة بتاعتنا يا حبايبي. يلا بينا نحمرهم مع بعض. ودي يا بنات الزيت بتاعنا على النار حامي، لازم يكون سخن جدا. ننزل بقى في الحوايج بتاعتنا الجميلة. شايفين يا بنات كده بتتحمر معانا، ما بتاخدش اي وقت في التحميل يا بنات، عشان كده بقوم ابلهم بالخلطه كلهم الاول، عشان ما ينفعش احط في المقلاه وعم اروح ابل بالدقيق والخلطه بتاعتنا يكون اللي في النار اللي في الزيت ولع مني، عشان كده ما برضاش احمر كميه بكميه، لا بحمرها كلها الاول.
احمروا معانا هما من حبايب قلبي. هنبتدي يا بنات نطلعهم بقى من الزيت. شايفين يا بنات شكلهم جميل ازاي؟ هطلع يا بنات الكمية اللي معايا واخلص الكمية اللي لسه وارجع لكم تاني حبايبي عشان ما اطولش عليكم. ودي يا بنات الوصفة بتاعتنا الجميلة خلصت معانا اهي زي ما انتوا شايفين. شايفين منظرها يا بنات حكاية وطعمها جميل جدا. صدقوني يا بنات انا بحب الوصفة دي، بحب اعمل حوايج الفراخ كده على طول، بيبقى طعمها جميل جدا عن الصدور وعن الوراك كمان. جربوها بالطريقة بتاعتي دي وصدقوني هتعجبكم جدا. ودي كانت وصفتنا النهاردة، وصفة سهلة وجميلة جدا وبسيطة برضو جدا. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.